هؤلاء الحكومة لم يطالب منهم سوى العناد. مطلبنا جرح الثورة وأسر الشهداء هو رعاية الجرحى وأسر الشهداء، ولكنهم يبحثون عن كراسي ومحاصصة ومخاصصة ولا ينتبهون لكرامة الإنسان ومعاناة الأسر، أسر الشهداء وأسر الجرحى في الجنوب، في تعز، في صعدة، في كل بقاع اليمن. الحكومة عاجزة عن علاج أبسط تقدم خدمات أساسية للمواطنين، فكيف لها هذه الحكومة أن تحكم وطن إذا لم تقدم الخدمات العلاجية؟ فكيف لها أن تقدم خدمات لهذا الوطن؟ فنحن مستمرون والجميع سيشارك معنا لإحياء الذكرى الثانية لثورة 11 فبراير، وفاء للشهداء ووفاء لجميع الدماء التي سارت في شمال الشمال وجنوب الجنوب. ونقول للعالم ثورتنا مستمرة. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. سنهتف الآن بشعار موحد: يا يمن نحن شبابك، يا يمن نحن شبابك، يا يمن نفدي ترابك، يا يمن نفدي ترابك، يا يمن نحن شبابك، يا يمن نحن شبابك، يا يمن نفدي ترابك، يا يمن نفدي ترابك. واليمن تبقى حرة، واليمن تبقى حرة، مع الصفقة واليمن تبقى حرة، واليمن تبقى حرة. ويرحل من غانا الثورة، ويرحل من غانا الثورة، ويا جريح ارتاح ارتاح، يا جريح ارتاح، ونحن نواصل الكفاح، نحن نواصل الكفاح. الشعار الذي سنهز به عرش الطغاة وعرش الفاسدين: الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب